السلام عليكم، يا اهلا بيكم ده في حلقه جديده من احلى اكله السبت. السبت كالعاده حلقات بتبقى دايما ثابته للسمك، والسمك طبعا ليه مزاج عالي جدا، بنحاول دايما كل اسبوع مع حضراتكم نفكر كده ونمخمخ ممكن نطلع ايه في التتبيله او في الخلطه او في التسويه. السمك طبعا زي ما حضراتكم عارفين موجود في كل مكان، ما بيتغيرش، يعني مش هنعمل النهارده مثلا قاروص فبكره يبقى في نوع تاني جديد، لا بكره هنلاقي برده البولتي، هنلاقي القاروص، هنلاقي البوري زي ما هو موجود، ولكن شطارتنا نحاول نغير الامور. النهارده عندي سمكه جميله جدا، القاروص. القاروص طبعا كلنا بنحبها جدا ايا كان نوع السمكه. انا هقدر اوظفه النهارده بطريقه حلوه جدا، يعني طاجن فريك بس في صينيه، مش هيبقى طاجن، هيبقى صينيه فريك والسمكيه في النص بخلطه حلوه بتتبيله لطيفه، هنشوف بيتعمل ازاي. الطبق الثاني اللي ملوش مزاج ياكل فريك جواه سمك، هعمل كبسه. بص بقى اللعب النهارده، يعني الفريك ده سكه او طبق او يوم، والكبسه السي فود بالرز بالكركم بالكاري هيبقى ليها نفس مختلف. عندي فيها كمان جواها كالاماري، عندي جمبري، عندي سمك قشر بياض، بلح البحر، وكمان الكابوريا. نتكلم بتفاصيل على تسويه كل حاجه ازاي لوحدها، يعني انا ما ينفعش احط كله مع بعضه، فممكن الكابوريا تبقى فيها سنه زفاره فتعكر لي مرقه الرز. هنتكلم بالتفاصيل. وعايز اعمل كمان طبق سلطه يكون حلو وبسيط باي حاجه عندنا، زي مثلا لو عندي جمبري مسلوق، عندي سلمون مدخن، نفس الفكره، عندي جرجير، عندي خضروات مشكله. هنشوف النهارده نوع سلطه برده يكون لطيف يمشي مع كل الاطباق دي، ولكن بعد الفاصل. يلا يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم على اكل السمك على السريع في البساطه في اللطافه. بحب السمك، بحب السمك، انا شخصيا بعشق السمك، والسمك الوحيد لو كناه كل يوم بجد بدون مبالغه ما نزهقش منه ايا كان نوعه، ايا كان نوعه. طب ليه لو كناه كل يوم ما نزهقش منه؟ سهل في تسويته وسهل في طبخه وسهل كمان في هضمه واكله. هو السمك يعني مفيش حد بيختلف عليه، ولكن دورنا نحاول كل اسبوع لما نيجي نعمل اكل سمك نغير شويه في الخلطه، في التسويه، في التركيبات، لان احنا كمان بنتكلم دايما معاكم على كل اسبوع بيكون في اكله واحده، يعني بنتكلم في الشهر كله اربع اكلات سمك، ده في البرنامج مع حضراتكم، واكيد كلنا في بيوتنا بنعمل كده. انا بدي يعني دايما الحل او الوضع اللي هو ممكن يكون ايه؟ مينيمم، يعني هو مش الاخر حاجه، ممكن الناس تاكل في الاسبوع مرتين سمك بهنا والشفا، ولكن بنتكلم على مره واحده. سمكايه هشتغل فيها اول مره مع حضراتكم دلوقتي على طول. اول حاجه سمكايه، هي ما شاء الله كمان جت النهارده من رزقنا كبيره شويه، ولكن يلا بينا. بص السمكايه عامله ازاي يا باشا. سمكايه قاروص او دينيس او اي سمكه اقدر اوظفها، ولكن القاروص دايما بتفائل بيه، يمكن غالبا المسكه دي ونفس السمكه دي هي اللي عملت بيها الاوت دورز او الصوره بتاعه البرنامج او ما عملناه احلى اكله، ليها ذكريات لطيفه معانا شخصيا المسكه دي بنفس السمكه دي. فتعالوا النهارده نوظفها توظيفه لطيفه بتتبيله تكون لطيفه ونشوف هنعمل فيها ايه. فكر امشيها النهارده عندي في صينيه فريك. طب يا شيف، شايف نقطعها جزل ولا نسويها زي ما هي؟ طب لو سويناها زي ما هي هتستوي في الفريك ولا مش هتستوي في الفريك؟ طب لو قطعناها هنحمرها نص تحميره ولا هنمشيها على طول؟ انا هقول لكم الموضوع ابسط مما يكون. تعال الاول نعمل تتبيله حلوه ليها، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه، نقطعها، نجزلها، ندخلها، مش عارف ايه، هنشوف. طيب نجيب الاول على طول اول حاجه كده بوله فاضيه، ونعمل تتبيله حلوه مظبوطه ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. اول حاجه عندي هجيب توم مفروم، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه توم مفرومه اهي، وعليها كمان معلقه هريسه بالزيت بتاعها. قال الزيت، شايف زيت الهريسه سبايسي شويه الزيت ده، خدوا بالكم، مع معلقه كمان، ماشي الكلام. وهجيب عليها كمان حبه ملح، بسم الله، ابهر حاجتي، لان زي ما احنا متعودين السمك بالاخص ما ينفعش الواحد يعني ياثر في التتبيله بتاعته لان ملوش مرجع، يعني لو خلصنا السمكيه ما تبلناهاش، ممكن نتبل في الاواخر بس مش هيبقى زي كده. حبه كزبره ناشفه، وازود شويه كزبره ناشفه، تمام. وهديها كمان سنه شطه، خلينا ناخد المعلقه دي، اهو بلاش شطه، حطينا هريسه خلاص، نحط حبه بابريكا اللي هو الفلفل الارناؤوطي، يبقى ملح وفلفل وكزبره، واحط عندي كمان حبه بهارات للسمك، واجي اخد البوله اللطيفه دي واطلع بيها على طول على حبه زيت عباد شمس او ذره كده اهو شويه، ومعاهم كمان حبه ليمون
واخد بعضي وارجع بقى هنا اهو اقلب الخلطه الحلوه دي في كل بساطه. تتبيله سهله جدا وبسيطه. حابب بقى اضيف عليها اي خضروات ما عنديش مشاكل، ولكن الخضروات انا هخليها في الاواخر. معايا جزره مبشوره، معايا حبه شبت. بص الخلطه دي بقى تانية، ده حشو خدت بالك، يبقى جزر مبشور، كزبره خضره، ده الحشو بتاعي ماشي الكلام. واي حاجه تانية مثلا زي حبه بصل، ده حشو للسمكه ياخدوا بالكم. معاها كمان قرن فلفل حمش شويه مفروم، ده غير التتبيله. ازاي هنشوف؟ اقلب كويس قوي الخلطه دي، شايفها عامله ازاي؟ دي خلطه سمك، شبت وكزبره وبصل والحركات دي، كده انا بعمل سمك خلاص تمام التمام. طيب هنجيب السمكيه تاني ونفكر زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، عايزين نقطعها ماشي، نسيبها زي ما هي ماشي، كله تمام وكله ماشي، ولكن انا شايف ان السمكيه دي حرام تتقطع، فخليني احسن استغلها زي ما هي كده في قلب الصينيه، ونتبلها ونسيبها ونخش على طول نعمل طاجنة الفريك ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. هعمل حركه كالعاده بعملها مع حضراتكم. بسم الله. بص كده ابراهيم، التشريحه دي مش قوي، يعني التشريحه دي بس عشان ادخل التتبيله جوه اللحم من بره ومن جوه اهو، وممكن اعملها بواحده عريضه، ما بجيش هنا بالسكين الحته دي لا، عشان دي خفيفه. بصوا مش هستحمل هنا، اما السمكه من جوه بص مش مفتوحه ازاي، خدت بالك؟ يعني السمكه من بره شويه، بحط ايه سن السكينه كده اهو عشان تشيل معايا التبهيله تاني كده اهو. كده اهو اهو بص لحم السمك عامل ازاي من جوه، شوف. وبرده كده احنا عملنا ايه؟ هندخل التتبيله وكله زي الفل، ولما اجي في الاخر ان شاء الله نخلص تسويه اقدر يكون عندي حاجه اقطع بيها، يبقى انا عارف في سكه شويه في تفاصيل التقطيع. واجي بقى عند السمكيه دي بقى كده اهو، وابدا اعمل ايه بقى؟ اتبل كده. شوف لسه ما حطيناش الحشو، احنا بس بنتبل السمكيه الاول اهو كده اهو، واجيب عند التتبيله وامشيها كده اهو عشان عايز اخليها تخش جوه الحاجات اللي احنا قطعناها كويس، وكمان جوه مش مشكله كمان اهو. شوف المنظر، واجيب عند الحشو بتاعي واروح عامل كده اهو، شوف كده اهو، وقرن الفلفل ده كمان معاهم في النص، ومش بكتر الحشو عشان ما يوقعش مني في الفرن. معايا يا باشا اهو، شوف تمام التمام. هاخد بعضي واطلع على طول على الفرن. تعالى اقول لكم هنعمل ايه. شبكه في كل مطبخ وفي كل فرن بالمنظر ده، تحت منها ورقه الومنيوم، واجيب عند السمكايه بعد ما ابدا اتبلها بالمنظر ده. شوف المنظر اهو، والحشو في ايديا ماسكه اهو، مفيش حاجه طلعت مني. بسم الله الرحمن الرحيم، وراح اعمل كده قرن الفلفل ده كمان زياده، وابدا ممكن لو عايز احطه في النص كده ماشي الكلام. وارد التتبيله بتاعتي، هاخد حبه كده واروح اعملهم كده على الوش تاني، وهجيب عندي الفرشه بتاعتي اسيبها جنبي وقت ما احب ازود تتبيله تاني ماشي. ورقه الالومنيوم دي عشان اي حاجه تنزل ما تقعش على الفرن فيوسخ لي الدنيا، فيبقى الموضوع مش في اللطيف. واعمل كده ونبدا بقى السمكيه عشان فيها حاجات كتير عماله تقطع الجوانت معايا. طيب كده احنا سيبناها تعيش حياتها في قلب الفرن، تاخد تسويه نص تسويه تلات اربع تسويه براحتنا. انا جاي يا عم. حاضر. نبدا بقى نخش في فكرة الفريك، ونشرب الفريك بمرقة الجمبري. أكيد كل أسبوع مع حضراتكم طبعا لو أنتم فاكرين بيبقى عندنا مرقة حلوة كده ليها علاقة شوية بفكرة الجمبري، قشر الجمبري، حبة كابوريا، أي حاجة أقدر أوظفها ما عنديش مشاكل. نشيل أي حاجة بقى علاقة بالزفارة ونروق نفسنا عشان نبدأ من أول وجديد الطبق الجديد. بسم الله. تمام تمام، سيب حكة الكبسة دلوقتي هنشتغل فيها مع حضراتكم، ولكن تعال نخش على تضجين الايه الفريك. الفريك جاب عندي كيس فريك عشان السمكية ما شاء الله تكفي أسرة، طماطمية مبشورة، بصلاية مبشورة، توم مفروم، فلفل حار، صلصة طماطم،
كده حاجتنا واضحة قدام حضراتكم، وكمان معاها خضرة شبت برضو وكزبرة وحركات. وممكن ما احط الشبت وكزبرة وحركات، هاخد من الخلطة اللي اشتغلت بيها من شوية في الحشو، هستغلها معايا في قلب الفريك. شايفهم كلهم قدامك عاملين ازاي بكل بساطة. وفي حاجة عندي كمان هجيبها حالا، جاي لك حالا. هجيب عندي كمان مكعبين مرقة خضار، هيفرقوا معايا كتير جدا في قلب الفريك. نجيب عندنا الكسرولة الحلوة دي او الحلة دي، ونبدأ نعمل ايه بقى؟ هشوف لو في التلاجة ماشي، مش في التلاجة هقدر استغل برضو بدايل. اهي زبدة، مكعبين تلاتة زبدة حلوين. بص الزبدة دي اهي، عشان بس التكييف عندنا شوية بحطها جوه التلاجة. اهو شايف الزبدة، يلا بينا اربع مكعبات لطاف، وابدأ انزل بيهم بمعلقة لطيفة كده معايا، واشوح مع الزبدة دي. ركز معايا، فص التوم ده شايفه، اشم روائح بقى، عايز اشم ريحة حلوة افندم، اشم ريحة حلوة في النص. بص معايا كمان هعمل ايه، شوف الخلطة بتاعة الحشو وانزل بيها على الزبدة وعلى التوم. جربوا الطريقة دي اول مرة نعملها النهاردة معاكم، يعني يا رب تعجب حضراتكم بشكل يكون برضو بسيط. واشوح الجزر مع البصل مع التوم مع فلفل الحار مع اي حاجة انا بحبها، اي حاجة زيادة مفيش مشكلة. اهو كده اهو، واجي كمان اروح نازل عليهم طماطمايه مبشوره في النص، والبصل حاطين بصل بس هنزود كمان بصل. اه وابدا بقى اشم الروائح بتاعتي دي، تطجينه لطيفه لقلب الفريكه اهو. ومعاهم كمان هضيف معلقتين او معلقه كبيره من صلصه الطماطم عشان تعمل لي لون حلو اهو. امشوا بالخطوات اللي بتكلم فيها بحضراتكم، واحنا مع بعض في اي حاجه انا تحت امركم. صدقوني هتعجبكم جدا، لان انا خدوا بالكم بحب زي ما قلت لكم موضوع السمك يكون برضو ايه، اكله تكون حلوه. وزي ما قلت لكم مش كل يوم بناكل سمك، فلازم الواحد يوم ما يعمل سمك نعمله مظبوط. مكعبين المرقه دول مع صلصه الطماطم مع التطجينه دي، لا هتديني نفس حلو وتست عالي، وده اهم شيء. جرب اهو مكعبات ساده خضار، مش مجبر بلون معين او بريحه معينه، هفرمهم كده اه، وننزل كده اهو. خدت بالك؟ وابدا اقلب بقى حاجتي افندم. حاضر اهو، واقلب حاجتي كده اهو من دلوقتي اهو. شوف التطجينه بقت عامله ازاي بقى، مرقه الجمبري اهي شغاله على التشريب على طول. والفريك دايما بقول لحضراتكم على المعلومه دي، لو حابه تدي الفريك نص سلقه، من ناحيه يتغسل كويس، ومن ناحيه كمان ياخد جزء من التسويه، فبالتالي لما اجي اطبخ حاجتي ابقى امان وما عنديش مشاكل في فكره اني لا هيستوي لا مش هيستوي، لا ده عايز مرقه، لا الموضوع بسيط ان شاء الله. وده المرقه دي انا هوظفها برده وهحركم ونعملها خلطه حلوه لكبسه السي فود. اول ما احس ان خلاص بدات تقول معايا، بص المنظر، اروح مجهز عندي ايه بقى، تبهيره حلوه بحبه ملح ابهر حاجتي بقى، حبه بهارات حلوين سي فود، سنه كمون، وكمان وكمان ممكن لو حابب احط عندي سنه شطه، ده للفريك. ها وابدا اقلب حاجتي اهو كده، انا زي الفل باذن الله. اجيب عندي حبه الفريك بتوعي وابدا اسقطهم عندي على الخلطه اهو. شوف الكلام بقى اهو، ده بتاع ايه؟ بتاع صينيه السمك. كان زمان ناس حبايبنا، يعني كلنا اكيد عارفين موضوع صواني الفريك، بس كانت بتعمل من سمك اللي هو سمك القراميط، كانوا بيعملوها بالمنظر ده او بطريقه شبيهه لكده، ولكن كانت بتاخد وقت كتير في التسويه، لان السمكه دي كانت ناشفه شويه او ليها عظم ناشف شويه، فكانوا بيحطوا الفريك نفس الطريقه دي بس كان ني، وكانت بتبقى صينيه ما كانتش تبقى طاجن، فكانت بتبقى عاليه. وكان في برضه ناس بتعملها طواجن بتبقى ليها طعم كويس قوي. اول ما احس ان الالوان بدات تبقى معايا مظبوطه كده، بص بقلب حاجتي كلها اهو، ريحه طالعه عاليه قوي اهو كده اهو. احط عندي حبه خضره، الخضره بتاعتي كزبره والشبت اهو مع بعض كده، وكاني بعمل روح للصياديه. بص ده بحطهم امتى؟ في الاواخر خالص اه، اخر التقليب عشان ما يغمقوش مني. واكون مجهز عندي المرقه بتاعتي
غلوتين ثلاثه وهقفل كله، يكون السمكايه خدت جزء كبير من تسويتها، فبالتالي اكون مقفل كله ان شاء الله في الفرن واظبط اموري. انزل عندي بالمرقه بتاعتي، شايف مرقه الجمبري عامل ازاي؟ ادي بالمناسبه الجمبري اهو، شايفه اهو، بسم الله، اصفي كده على قد ما اقدر عشان اخد المرقه على نظيف اهو. حبه القشر دول مع بصلايه مع حبه كريات مع حبه حبهان، وابدا انزل بسم الله. دي سخنه، حاضر، اقفل بس حاجتي وهنظبط الامور. حاضر، احنا شغالين النهارده على مزاجنا، ما تقلقوش، مش هتعبكم في حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل عندي بالمرقه اهو، ريحه الجمبري او مرقه الجمبري عاليه قوي، واخد النار دي العاليه دي برضو بالمناسبه، اي ولا يهزك، اخدها عندي تاخد غلوتها وتبقى تمام التمام اهو. بص منظر الخليط عامل ازاي يا ابراهيم، ريحته بقى احسن منه 100 مره اهو. سيبه شويه يسوي لي حاجتي، وبعد كده ابدا اقفل الكلام ده كله في الصينيه مع السمكيه اللي هنشوفها اهو. بالمناسبه بقى قبل ما اطلع الفصل، معلش يا هيما، اقفل جزء بس من ايه، من الكبسه، واغطي واسيبها، مش محتاجه مني حاجه ان شاء الله. طيب المرقه دي هشتغل بيها للكبسه، ولكن قشر الجمبري ده خلاص، بص اهو يا ابراهيم مش عايزه، هاخد المصفى ده لوحده كده نضيف في قلب المرقه دي، وقال له هشتغل في حاجه، عايز اتكلم معانا الطبق اللي هشتغل بيه. الطبق ده فيه ايه؟ بص كده معايا، حبه جمبري على حبه كابوريا على حته سمكه، دول كلهم لو حطيتهم في الكبسه مع بعضيهم وكاني بعمل كبسه لحمه او فراخ، الحاجات دي هتتهري ومش هتتاكل، هتبوظ. طب نعمل ايه يا شيف؟ والله ولا حاجه، اولا ناخد حبه الكابوريا دول، شايفهم عاملين ازاي، وراح حاطهم عندي في المرقه دي بسم الله، وقش والماسلز ده معاه. طيب والجمبري ابو قشره معاه، شوف بعمل ايه، موضوع بسيط، حلو الكلام. هاجي بقى خلاص، دول سيبهم على جنب كده دقيقتين ثلاثه مع نفسهم، هاجي بالحاجات الحلوه دي، شايفها عامله ازاي، ادي حبه قشر بياض وادي حبه كالاماري، شايفهم كالاماري بياخد وقت في التسويه، هروح جاي عندي على مرقه الرز وسايبه هنا اهو، ركزوا معايا في دي، خمس دقايق واطلعكم فاصل ماشي، وراح سيبهم هنا. اجي بقى على النظيف بقى خالص، هروح جايب عندي معلقه حلوه ومدلع المرقه بتاعت الايه، الرز. مرقه الرز الكبسه عامه بتبقى لطيفه وخفيفه، ولكن ما ينفعش تكون لونها بعد ما الرز يطلع يكون ناشف، فلازم نحط عندنا ماده دهنيه زي الزبده تبدا تخش تلمع لي وتخلي الموضوع يكون طري شويه. قلنا الرز يكون طري ما يبقاش ناشف، معلقه كركم على كاري، ده كركم وده حبه كاري صغيرين كده اهو، مع حبه ملح، ببهر حكسي دلوقتي عشان اقفل، سنه كزبره ناشفه، حبه بهارات سمك، ماشي الكلام لحد كده. وهنا كده انا عملت ايه، حبه مرقه محترمين، ده الايه بقى، ليه فكره الكبسه بتاعتي. طيب وبعدين هتعمل ايه، ولا حاجه، زي ما احنا كده اهو اهو، ادوب حاجتي بس هوريها لكم حالا. واول ما احس هنا الالوان عندي، شوف الالوان هنا اخبارها ايه، شوف شايفها اهو، شوف منظر السي فود عامل ازاي، شوف الكلام، دول جاهزين على التقفيل اهو، مش عايز اكتر من كده اهو يا باشا. انا بس خدت ايه يعني لون وشلت زفاره، شامم ريحه حلوه، طب احطهم دلوقتي؟ اقول لك لا، انا هنا عملت المرقه بتاعتي مظبوطه وظبطت اموري، انا عايز اعمل دلوقتي، عايز احط عندي الرز يستوي. طب يا شيف مش ممكن نحط السي فود في المرقه فياخد منه ريحه ويبقى طعمه كويس، واحط الجمبري واحط الرز؟ اقول لك طب الرز ده في تسويته ياخد افرج كده مثلا من 10 15 دقيقه على نار هاديه، ال 10 15 دقيقه دول لو حطيت معاهم القشر البياض والجمبري هيتهروا، طب ولو حطيت معاهم الكابوريا مش هيحصل لي حاجه. طب الافضل والاحسن لحضرتك انك تنزلي بكوبايه الرز على كوبايتين من المرقه نص الوقت، نص مده التسويه، اول بس ما احس ان الرز خلاص بدا يتشرب. وعلى فكره ممكن اعمل حركه حلوه، ما دام الحاجات دي تمام ممكن انزل بيها برده، ما عنديش مشاكل اهو، بديكوا اوبشن تاني اهو، بس الحاجات اللي هي ناعمه ما فيهاش قشر ولا شوك ولا فيها نفس في التسويه كتير زي القشر والبياض والحاجات دي، لا هسيبها شويه، هنا هسيب دول كده اهو، واكمل تسويتي بالرز بالكابوريا بالجمبري ابو قشر اهو، شايفهم؟ واسيب الكلام ده كله مع المرقه اللي انا مظبطها ومديها زبده ومديها بهارات ومديها كركم وكاري ومدي لون حلو، وابدا اغطي عليها
فتاخد وقتها شويه. اول ما احس ان الامور بدات لونها يبان ان في تسويه للرز وبدا يشرب ميته، ابدا بقى انزل عندي بالسي فود بتاعي واقفل حاجتي ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. يلا يا باشا. يا اهلا بيكم مره تانيه مع احلى اكله. مراجعه سريعه اللي حصل قبل الفاصل. النهارده اكله سمك كالعاده، كل يوم سبت مع حضراتكم حلقه جديده. النهارده سمك لطيف وطريقه جديده لاستخدام الفريك في سمكايه كامله في قلب صينيه. صينيه ممكن تكون شويه ناس نسيتها، لكن صينيه السمك دي بكل تفاصيلها. في ناس تعمل صينيه السمك دي بالفريك، في ناس تعملها بالرز، في ناس تعملها ببصلة، في ناس تعملها بخضار، كل واحد يعملها بطريقته. احنا كمصريين لينا ذوق عالي قوي في السمك بالاخص، في كل الاكل والله، ولكن بنحب نغير او نطور الامور، وكمان بنحاول يعني شيف تلفزيوني زي حالاتي لازم يطلع برضه باي طريقه، برضه ما يبقاش الموضوع مكرر. فبحاول اسمع دايما من كل حبايبنا في كل المدن او في كل المحافظات في مصر. كل بيت، مش كل محافظه، كل بيت له طريقه. فانا بحب اسمع قوي بقى واشوف دي بتعملها ازاي، واشوف ده بيعمل ده ازاي، واجيب المعلومات دي ومخمخ واطور واجي لحضراتكم في التفاصيل اللي هي بيبقى ليها شويه هويه كده زي هويه السمك عندنا في مصر. بص منظر الفريك بالصلاه على النبي، شوف المنظر. طب يلا بقى نقفل صينيه الفريك دي، ندخلها الفرن عشان الكبسه جاهزه، وبتقول لي يلا يا باشا عشان احنا برده خلصانين. ادي الصينيه الفاضيه دي، شايفها؟ شايف الصينيه دي؟ خد من الجاي جريء شويه، فرشه، شايف دي ايه؟ بسم الله، معلقه سمنه بس بفرشه. شوف بقى الدلع اللي جاي عشان انا عايز حضراتكم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم ان شاء الله. اهو كده، اهو ماشي الكلام. طيب ليه السمنه؟ هتعرفوا الطعم بعدين. ممكن اخد الصينيه دي واطلع على الفرن ونيجي مع بعض نشوف احنا ورزقنا ايه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. شايف السمكية يا باشا؟ شايفها؟ طيب نجيب السمكية اللي احنا عملناها مع حضراتكم من شوية دي كده اهو. بص التسوية عاملة ازاي؟ خدت جزء على قد ما اقدر في التسوية. بسم الله الرحمن الرحيم. محدش يعمل اللي انا عملته ده، محدش يعمل ايه؟ ان انا عملته ده لاني سخنة جدا، بس انا بحافظ عشان امسك السمكية، مش عايز ابوظ الدنيا، فده اللي خلاني اتجرأت ومسكتها بايدي. بس ايه؟ عارفين بقى يعني ما ينفعش الشيف هطلعها تروح مكسوره مني عشان امسك بمعلقتين او حاجه، فممكن تتكسر او ممكن تتكسر. بس بص تسويه السمكه عامله زي ما اتفقنا وقلت لحضراتكم. بص شايف من جوه عامل ازاي؟ خدت بالك التسويه؟ مفيش، السمك فريش. بص تتبيله من جوه عامله ازاي؟ وزي الفل. ايه الموضوع يا شيف؟ هروح عاملين ايه بقى؟ ادي الفريك عندي خلصان، شوف الجوس ازاي، خدت بالك؟ واروح جاي ماسك كده اهو ورايح على وش السمكة، عامل هنا اهو. بص الفريك وهو نازل، الله أكبر. وراح عامل هنا اهو كده اهو، شوف كده اهو. والحبة كمان اللي في الحلة دول نجيب كده اهو وأبدأ أفرش حاجتي. هتغرب زي ما هي كده اهو، كده اهو. اه عشان تبقى بس باينه قدام حضراتكم السمكايه ما نغطاهاش. اسكت؟ لا لسه، ده احنا عندنا كمان بق مرقه حلو من مرقه الجمبري. ناخد الرفه الحلوه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح عاملين كده هم مشربين. شوف اكمل تسويتي طبعا لو في حاجه لسه ما استوتش، واروح عامل كده اهو. شوف الدلع، واروح جايب عندي ورقه الومنيوم وكامل حاجتي كده اهو،
ما شاء الله زي الفل. وارجع تاني على فين؟ على الفرن. اعمل ايه بقى؟ شفت الفرن عمل ايه؟ خدت بالك؟ الصينيه اللي كنا حاطين فيها ورقه الالومنيوم جاهزه خالص ان انا اعمل كده اهو، واشيلها خالص وارميها كمان ورقه الالومنيوم دي مش عايزها. واجيب عندي الصينيه بتاعت الثانيه واخش بيها على طول في ارضيه الصينيه على النظافه، واسيبها على 10 دقائق كمان وربع ساعه بالكتير ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. تعال نرجع نخش على الكبسه ونشوف اخبارها ايه. الله اكبر، بص كده يا استاذ ومتع المشاهدين بكاميرتك اللطيفه وخلي الناس تشوف الحكايه فيها ايه. على ما نروق المكان اللي حوالينا دوت ونقفل كمان دلوقتي الطبق اللي بعده. هنا بقى نرجع تاني زي ما قلت لكم هناخد جزء من التسويه. نبدا نعمل ايه دلوقتي بقى؟ ننزل عندنا باللي باقي بقى. شوف بقى الجمبري بقى كده اهو، بص قشر البياض، وشوف بقى حسوكه الشيفات لما تحب تجود بيعملوا ايه. خلاص حطينا حاجتنا تمام. طب ما هو السمك القشر البياض ما تتبلش يا شيف. انا بقى احب اتكلم على الكلام ده، اروح مبهره الجمبري بسنة فلفل بسيطة، وكمان مديله سنة ملح كمان، فبحر حاجتي وأنا مبسوط ومش قلقان. شكرا. وروح جايب عندي معلقة كده حلوة، شوف بقى، وقال يعني بقلب الرز. بسم الله بسم الله، شوف الكلام يا باشا، وأقوم منزل حاجتي كلها تحت كده أهو أهو، ومساوي أموري وموطي ناري، و استناك بقى في النهائي تكون مخلص حاجتك وعلى نار هاديه ومسوي لي حاجتي تمام التمام. كده الامور واضحه جدا مع حضراتكم. فاضل ان شاء الله عندي، بس ده كمان الفصل اللي جاي مش دلوقتي، طبق سلطه مفيد جدا، سمك السالمون المدخن بقى في كل حته وسعره بقى بسيط جدا. عندي حزم الجرجير خس، عندي كمان كرنب احمر، بصل ابيض، فلفل الوان، خس كابوتشا، ليمون، كابري، مستارده، طماطم تشيري، وكمان حبه خضره. ولكن نعمل طبق سلطه حلو على مزاج، ولكن بعد الفصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب يلا بينا نعمل حبه سلطه حلوين. خلاص احنا حاجتنا ان شاء الله في السكه باذن الله تبقى مستويه وزي الفل. السلطه مهمه جدا. بيبقى دايما محدود موضوع السلطات في السمك، يعني تلاقي سلطه رنجه، سلطه طحينه، بابا غنوج، حاجات مش عارف ايه. سلطه السلمون مهمه جدا بس تظبط التتبيله بتاعتها. الموضوع الحكايه تعال نشوف هنتبلها الاول بايه، ودي اهم شيء. يعني ايه الخضار جاهز، كل حاجه جاهزه، ولكن التتبيله مهمه جدا. تتبيلتك عباره عن ايه؟ النهارده همشيها بطريقه سهله، معلقه مستارده ماشي، وحبه ملح، اخد مضرب معايا، وحبه شبت كمان معاهم، وحبه كابري، وحبه ليمون، واخد البوله اللطيفه دي معاها حبه ليمون فريش وحبه زيت زيتون. تمام، حطينا ملح تمام، مش محتاجين حاجه ثانيه. واقلب. شايف التتبيله دي سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه اهو، مشطرده مع ليمون مع زيت زيتون مع الليمون الفيليه اللي هو قلب الليمونه مع حبه الكابري، ده موجودين في كل حته كده تمام التمام. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ ولا حاجه. نجيب عندنا السلمون المدخن اهو، كلنا عارفين شرايح السلمون المدخن، هاخدهم زي ما هم كده اهو على القطاعه بسكنتي اللطيفه، ومقطع كده اهو شوف شرايح.
والشبت كمان معاه بالمره. شوف بقى سلمون مفروم مش باين، ماشي الكلام. هاخد الكميه دي واحطها عندي في التتبيله، واقلبهم مع بعض الاول. الملامح بدات تبان مع بصل ابيض مع كمان فلفل احمر رومي على فلفل اصفر كده اهو، مش بكتر السلمون. انا الكميه دي معقوله بالنسبه لي، وشايف ان هي كمان كده اهو لطيفه عشان نسيب دول الجرنش بس اهو. ماشي الكلام لحد كده احنا زي الفل. حبه الكرنب هخليهم جرنش، مش هجبر حضراتكم عليهم عشان ممكن بعض الناس يقول مش حابب الكرنب. اجيب عندي طبق فاضي، بعمل الاول ارضيه بالكابوتشا وكله يتقلب في الاخر، ولكن احب بس ايه نرسم الطبق عشان نبقى في البساطه. خص الالوان في الجوانب وابدا ارص اهو كده اهو تمام. الجرجير في الجوانب ونبدا نرص حبه جرجير فريش تمام. وعندي ليمون سلايس، بعمل كده اهو، باسس الطبق بتاعي، ارسم طبقي واعمل اللي انا عايزه بعد كده براحتك خالص، زود تنقص، كل واحد اللي هو عايزه يعمله براحته. واجيب عندي حبه الكابوتشا برضو باخدهم عندي على جنب اهو، مش مجبرين على حاجة معينة اهو تمام لحد كده كلام جميل. واجيب عندي حبة الكابوتشا في النص واحط اللي انا عايزه كله في النص، واجيب عندي السلطة بتاعتي اهو كده اهو بالمستردة بتاعتي بكل حاجة، واجي اروح جايب عندي ايه بقى تاني حبة ورق خس الوان من الجوانب. انا بنقي الحلو الصراحه، ما بنقيش اي يعني اي حاجه خالص، لا حط الحاجه اللي شكلها حلو وتمنع عينينا كده بجمالها تمام. طماطم تشيري ماشي الكلام، وراح جاي عندي جايب خصيتين من دول واخدهم عندي كده اهو تمام، وعامل بيهم الشكل ده كده اهو في النص، وعليهم بقيه السمك اللي انا فرمته عشان يبان قدام حضراتكم الكابري، ونازل عليهم كمان بحبه الكابري في النص كده اهو كده اهو، وبقيت الليمون فاكرينه اهو، بص الليمون على الوش، الفيليه وكمان العصير بتاعه اهو، وجرنش بسيط من الشرطس، وبكده يكون طبق سلطه ما فيهوش اي افتكاسه ولا صعوبه لحضراتكم. ونغرف اللي باقي بقى، ده يطلع على طول على المائدة، طبق سلطة السلمون والكبسة خلصانة وزي الفل. تعال نغرفها على طول ونوسع على نفسنا عشان نقفل كل حاجة حالا. نجيب منديل نروق مكاننا كالعادة قبل ما نغرف. اه طبعا مهم جدا ان حتى واحنا بنغرف الاكل بتاعنا يكون مكانه نظيف على الاقل، مش عشان شكل الكاميرا، عشان لو حاجه وقعت نقدر نستخدمها تاني، ما يبقاش خلاص المكان مش نظيف فاي حاجه هتبقى مش نظيفه حتى لو كان ايه كده اهو. وتمام التمام، نجيب الطرشونه الحلوه دي ونشوف هنعمل ايه في طبق الكبسه. بسم الله زي ما هو كده اهو، ناخد الكلام ده ونطلع بيه كده اهو. الله اكبر بسم الله معانا يا باشا، ادي طبق الكبسه بتاعنا، شوف المنظر يعني في حاجات كده اهي عينينا شايفاها. بص الجمبري المستوي عامل ازاي، شايف القشر الواحده بوحدتها ازاي شايفها اه، بص البلح البحر بقى عامل ازاي، الرز جواه استوى جواه حاجتي كلها، كابوري لو انتوا فاكرينها اهو، الجمبري بتاعنا ريحته رائعه، بص حته السمكيه اهي شايفها، بس خلاص نديله جرنش لطيف ونطلع بيه على المائدة على طول كبسة السمك. تعال نشوف في المرة اللي في الفرن أخباره إيه. الله أكبر يلا بينا على القطاع الأول يعني نكتشف الأمور، وزي ما اتفقنا هنغرفه زي ما هو.
شايف الصينيه عامله ازاي يا باشا؟ بص بقى انت معانا يا استاذنا. بص حبه الفريك عاملين من جنب. بص 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 جوه كده. انا دماغي بعدت اهي. طيب بص شايف المنظر؟ فاكرين معلقه الزبده اللي حطيناها على معلقه السمنه؟ مفيش حاجه لازقه. بص المرقه بتاعتي اللي حطيتها بتاعت الجمبري سويت لي حاجتي والامور تمام. والسمكايه استوت وبقت زي الفل اهو. شوف والجرس بيرن بعد ما طلعنا اهو. وبكده يكون الامور زي الفل. يا رب يكون الحلقه عجبت حضراتكم بمنتهى البساطه. اتفقنا هنطلع دي زي ما هي، مش عايز اغرفها بصراحه، زي ما هي كده. بسم الله. تطلع على طول على المائده. يبقى النهارده كان مع حضراتكم سمكايه في قلب الفريك نايمه كده ومبسوطه في قلب الفريك حواليها مستويه كويس. وكان معانا كمان نص كيلو من السي فود اللي موجود سويناه كويس وحطيناه مع حبه رز حلوين بكل السي فود اللي عندي في البيت وحبه سلطه في البساطه والسهوله اهو زي ما حضراتكم شايفينهم. النهارده الموضوع على مزاج. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده والسلام عليكم.